السلام عليكم كليان ديالنا الزوينين، مرحبا بكم عند هابي شوز. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نبارطاجي معكم واحد السولد لي زوين بزاف. بالنسبه لهذا السولد هذا غادي يكون يوم الاحد والاثنين والثلاثاء، نهار الثلاث اخر يوم لهذا السولد هذا. بقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو باش نبارطاجي معكم لي زارتيكل اللي كاين فيهم تخفيضات، ونبداو على بركه الله. غنبدا لكم باول موديل اللي هو هذا. كما كتشوفوا شي حاجه فنه ما شاء الله، لا كاليتي ديالها غادي نوريها لكم. ها نتوما تشوفوا لا فينيسيو لي ديتاي ديالها فنين ما شاء الله. بالنسبه هذه خفيفه دايره بحال الريشه، كتجي انيقه في اللبسه ديالها. بالنسبه لي كولور اللي فيهم، كاين هذا اللوين هذا وكاين هذا اللوين هذا. المقاسات متوفرين، والسول ديالها غتبقى لكم فقط ب 60 درهم. كاين هذا الموديل ثاني ديال صنداله الهرمس في النوار، كما كتشوفوا لي ديتاي ديالها هما هادو. ها نتوما تشوفوا في لا بون كاليتي ديالها حتى هي بالطبيعه ديالها ما شاء الله. بالنسبه للمقاسات راهم متوفرين، فيها الكحل وفيها حتى الابيض. وبالنسبه للسول ديالها غتبقى لكم حتى هي فقط ب 60 درهم. نمشيو دابا لهذا الموديل ديال الصنداله ديال شانيل، شي حاجه في لا بون كاليتي ديالها كما كتشوفوا، شي حاجه فنه ما شاء الله، خفيفه وكتجي انيقه في اللبسه ديالها. كاين هاد لا كولور، كاين النوار ديالها، كاين هاد اللون هذا البيج او البلون كاسي، وكاين النوار اللي كيكونوا فيه بزاف ديال لي كولور بحال هكا. كتجي انيقه في اللبسه ديالها. ها نتوما تشوفوا كاع لي ديتاي ديالها ما شاء الله فنين، وكتجي بالبواطه ديالها كما كتشوفوا بحال هكا، راه بالبواطه ديالها. بالنسبه للصنادل ديال شانيل غيتبقى لكم سولد فقط ب 120 درهم. بالنسبه للعيالات او البنات اللي كيبغيو هاد لي موديل ديال صنادل، راه جبناهم لكم شي حاجه في لا بون كاليتي ديالها كما كتشوفوا، وشي حاجه مرتاحه ما شاء الله وحتى خفيفه. بالنسبه لهذا الموديل هذا فيه دو كولور، كاين هذا اللوين هذا وكاين النوار ديالها، وكاين شكل واحد اخر اللي كيكون بالسميطه بحال هكذا. ها نتوما تشوفوا هذا كيكون بالسميطه، كنقول لكم شي حاجه خفيفه ما شاء الله، راه بحال الريشه. بالنسبه لهذا الشكل هذا فيه دو كولور، كاين النوار وكاين البيج ديالها. بالنسبه للمقاسات متوفرين، والسول ديالها غتبقى لكم فقط 120 درهم، سولد 120 درهم فقط. بالنسبه للبنات اللي سولونا على هذا الموديل هذا وكانوا وصاونا عليه، راه جبناهم لكم. كتكون عندهم الطالون بحال هكذا، شي حاجه مرتاحه ما شاء الله، وكيكونوا هنايا ترونسبارون بحال هكذا، كتجي انيقه في اللبسه ما شاء الله. بالنسبه للخفوفيه راه خفيفه، تحسي براسك بحال اللي ما لابسه حتى شي حاجه. فيها المقاسات، بالنسبه السولد ديالها راه غادي يصدمكم، هذه سولد غتبقى لكم فقط 100 درهم، راه هابي شوز كتكسر الاسعار 100 درهم فقط. ثاني جبنا لكم هذا الموديل هذا اللي راه داير ضجه كبيره، راه طوندونس ديال شانيل، شي حاجه فنه ما شاء الله في لا بون كاليتي ديالها في لا بواط ديالها. بالنسبه لهذا الموديل هذا فيه دو كولور، جبنا لكم هذا اللوين هذا وجبنا لكم هذا اللوين هذا، كما كتشوفوا راه في لا بون كاليتي ديالها. ها نتوما تشوفوا كاع لي ديتاي، المقاسات ديالهم راهم متوفرين. بالنسبه للسول ديال هاد الصنادله هذه غتبقى لكم هوته الهوته يا البنات، الهوته الهوته، فقط 190 درهم عوض 230 درهم. كاين هاد الصنداله ديال البرادا هذه باقي فيها واحد الكونتيتي اللي قليله جدا، وغادي نديرو لهم سولد فقط ب 90 درهم. كاين هاد اللوين هذا وكاين النوار ديالها، غادي يبقاو لكم سولد ب 90 درهم. نمشيو دابا لي سبا. بالنسبه لي سبا كاين هاد الموديل هذا لي زوين ما شاء الله، كما كتعرفوا دابا حنا قريب للدخول المدرسي. كاين هذا الشكل هذا اللي كيتختلفوا فيه لي كولور غير في هذه البلاصه هنايا. ها نتوما كاين هذا الكحل هذا، وكاين هذا البلو هذا، وكاين حتى المارو، وكاين حتى الابيض. بالنسبه للكاليتي ديالها راه شي حاجه فنه ما شاء الله، لا بون كاليتي ديالها. ها نتوما تشوفوا فيها المقاسات من 36 حتى ل 40، والثمن ديالها سولد غتبقى لكم فقط ب 130 درهم، سولد فقط ب 130 درهم. ثاني كاينه هاد الالكسندر جديده اللي كتكون بحال هكذا بهذا الشكل هذا، هادي الالكسندر التاليه نوفيل كوليكسيون. هنايا ما عندهاش الخيوط، هذا كتدخل يعني غير هكا كتدخل فيها هذا بحال هكذا. ها نتوما تشوفوا لي كولور ديالها راهم كيتبدلوا غير هنايا، كاين البلو مارين، كاين النوار، كاين الابيض، وكاين المارو ديالها. بالنسبه للسميله ديالها فنه ما شاء الله، شي حاجه مريحه تلبسيها وانتي مرتاحه ما شاء الله. المقاسات متوفرين، والسولد ديال هاد السبردينه ديال الالكسندر كتبقى فقط ب 130 درهم، 130 درهم. ثاني كاين هاد نيو فالونس، شي حاجه فنه ما شاء الله. ها نتوما تشوفوا لي ديتاي ديالها، شي حاجه انيقه
نوفيل كوليكسيون. هذه راها ما دايرهش في السوق بزاف، ها نتوما تشوفوا الموديل ديالها، شي حاجه ديال برا فنا ما شاء الله. هذه فيها ربعه ديال اللوينات كما كتشوفوا، فيها هاد اللوين هذا، فيها هاد اللون هذا، ها نتوما تشوفوا بحال هكذا، وفيها هاد اللون هذا اورانج، وفيها حتى النواغ. بالنسبه للمقاسات راهم متوفرين ديسپونيبل، والثمن ديالهم غيبقاو سولد فقط 150 درهم عوض 180 درهم. جبنا لكم حتى سامبا في لابون كاليتي ديالها. بالنسبه للسامبا ها نتوما تشوفوا كاع لي ديتاي ديالها ما شاء الله، لابون كاليتي بلا بواط ديالها بطبيعه الحال. بالنسبه للالوان اللي جبنا لكم هذه كم اللي عندها هنايا خطوط فيغ، وجبنا لكم حتى النواغ ديالها. بالنسبه للمقاسات متوفرين من 36 حتى ل 44، والثمن ديالها الهوته فقط 180 درهم. 180 درهم لا بون كاليتي، فقط 180 درهم. ثاني جبنا لكم هذا الموديل صنداله الكوتشي اللي كتكون هكذا، جبنا لكم لا كولور كوبي ديال دوريجين، شي حاجه فنه ما شاء الله، لا بون كاليتي، خفيفه. بالنسبه للمقاسات متوفرين، اصول ديالها غتبقى لكم فقط 200 درهم. الهمزه والهوته عندها بيشوز صنداله الكوتشي فقط 200 درهم عوض 280 درهم. ثاني جبنا لكم هذا الموديل هذا، شي حاجه في لابون كاليتي ديالو، شي حاجه فنه ما شاء الله، السميله ديالو ميديكال، هذه راه ماشي قاصحه، شي حاجه زوينه ما شاء الله. جبنا لكم دو كولور، كاين هذا اللوين هذا وكاين هاد اللوين هذا، كما قلت لكم السميله ديالهم ميديكال. المقاسات متوفرين، وهادو غيبقاو لكم سولد فقط ب 150 درهم، سولد فقط ب 150 درهم. وفي الاخير غادي نختم لكم بهاد لي صندال، او كاين حتى صبيبطات اللي راه فيهم واحد السولد زوين بزاف، باقي فيهم كونتيتي قليله. بالنسبه لهادي كتبقى ب 80 درهم، كاين هادي حتى هي كتبقى ب 80 درهم، راه فيها البيض وفيها النواغ. بالنسبه لهاد الصبيبط هذا حتى هو فيه دو كولور، كاين النواغ وكاين البيج ديالو، كيبقاو حتى هما سولد فقط ب 80 درهم. هادو باقي فيهم واحد الكونتيتي قليله قليله جدا، اللي بغاتهم مرحبا والف مرحبا. وكاين مازال كاينين بزاف ديال السنادل، بزاف ديال الصبيبطات اللي فيهم سولد زوين بزاف، غير ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو. كذلك بالنسبه للسيكان، جميع انواع السيكان متوفرين حاليا في المحل فقط ب 90 درهم، ديال 120 130 100 درهم فقط ب 90 درهم. الى هنا نهي الفيديو نتاعنا، نتلاقاو في لا فيديو جاي ان شاء الله. بالنسبه للوكاليزاسيون كما كتشوفوا، هذه طريق الجامعه شارع محمد السادس، هنايا كافي اسباس الجاسمين، اون فاس ليها كاينه كافي ميلي غوستو، كتجيو طالعين معها الطلعه هذه بحال غادي تمشيو لكارفور. الا مشيتو نيشان غتخرجوا ليها في كارفور، كاين هنايا لافاش، هذا لافاش هذا المحل ها هو هنايا، مرحبا بكم.